معنا مشاهدينا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة محمد حامد، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. سيد محمد، مساء الخير، أهلا بك معنا. قبل الحديث عن تداعيات هذا الاتفاق، هل كان متوقع بعد سنة من التعنت والتهديد الذي مارسته كوريا الشمالية تجاه جارتها والعالم أن تلجأ إلى هذا الخيار؟ اهلا بحضرتكم الساده المشاهدين. طبعا ما فعله الرئيس الكوري الشمالي هو مفاجئ للعالم، فهو قام بمباغته دوليه واقليميه بالذهاب الى كوريا الجنوبيه والحصاد حباب الحوار مع الغرب ومع الجاره الجنوبيه، املا ان يفتح هذا الباب لصفحه جديده مع الغرب، وهو يسير على نهج والده وجده عندما كان يتتبع في البدايه سياسه متشدده ثم يعود الى سياسه معتدله مع الغرب، آملا في الحصول على معونات اقتصادية وتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، خاصة أن الاقتصاد الكوري الشمالي يعاني نتيجة هذه العقوبات. طيب الآن، ما تداعيات هذا الاتفاق وانعكاساته على الداخل الكوري بشقه الشمالي والجنوبي وعلى الخارج أيضا، بالإضافة إلى أنه يفتح صفحة جديدة على الغرب وتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية كما ذكرت حضرتك؟ طيب، الخطوة اللي حصلت النهاردة خطوة إيجابية يجب أن يصفق لها، ولكن علينا أن ننظر ماذا سيحدث بعد ذلك. مبادرة كوريا الشمالية بإيقاف أي تجارب نووية لحين يعني اللقاء ترامب ولحين اللقاء الذي حدث اليوم هو أمر جيد وأمر محمود. خطاب الرئيس الكوري الشمالي كتب بدقة جيدة، هو خطاب رائع في رأيي عندما تحدث أن الكوريتين هي دولة واحدة وأمة واحدة ولا يجب أن يستمر التفريق بينهما. فكرة زراعة الصنوبر أو اللقاء اللي حصل النهاردة وفي نوع من الود والحميمية في اللقاء دي بتؤشر ان الرئيس الكوري الشمالي حتى الان يعني القى غصن الزيتون في ملعب اليابان وكوريا الجنوبيه والغرب بشكل عام، وعلى الطرف الاخر ان يلتقطوا. هو قلب الطاوله على الولايات المتحده التي خاصه اداره ترامب التي هددته كثيرا وتحدثت عن يعني ردع لهذا النظام، قامت بعقوبات وشنت حمله دبلوماسيه لمقاطعه بيونج يانج. كل ذلك انقلب عليه الرئيس الكوري الشمالي بعد 6 سنوات منذ 2012 حتى 2018 الى الان سياسه متشدده في مواجهه الغرب، منها تهديد صريح بقصف الولايات المتحده في عهد اوباما في السنه الاخيره لعهد اوباما. كل هذا ما حواه بهذه الزياره، وتعتبر الان وكوريا الجنوبيه هي عربت هذا الموقف المعتدل وهي المنوط بها ترويج هذه المبادره امام العالم ان كوريا الشماليه عادت الى رشدها. في ظل هذه المعطيات سيد محمد، هل تتوقعون التزام الكوريتين خاصه الشماليه بجميع التعهدات التي وقعت وبالتالي نهايه الحرب بينهما؟ طبعا نحن نامل في ان يتحول على الاقل الهدنه الهشه او حاله السلم ولا حرب التي تعيشها الكوريتين الى اتفاق سلام واقع بين الطرفين حتى لو كان برعايه امريكيه، ولكن يجب التذكير ان الرئيس ترامب يرغب في ابتزاز دول شبه الجزيره الكوريه المتمثل في اليابان وكوريا الجنوبيه وهما حليفتان له بشراء مزيد من الأسلحة، وأن تبقى كوريا الشمالية مهددة للأمن القومي لليابان وكوريا الجنوبية. فهو قال صراحة ذلك في لقاء قبل شهور في زيارته لليابان والصين عندما قال لدينا أسلحة كثيرة من أمريكية كثيرة قادرة على ردع كوريا الشمالية. فالرئيس الأمريكي بين تناقضين، بين ارسال بامبيو عندما كان رئيسا للمخابرات سرا وبلورت اداره ترامب ان تبلور حزمه من الاجراءات لجذب كوريا الشماليه الى التفاوض، لاخذ كوريا الشماليه على محمل الجد وليس على محمل التهريج، وان تكون الولايات المتحده والاداره الامريكيه حاليا قادره على التفاوض مع كوريا الشماليه وقادره على التنازل تقديم تنازلات لها في المقابل ان تكون كوريا الشماليه بتقديم تنازلات لواشنطن. ولكن سيد ترامب سيختار التفاوض ام سيختار بيع الاسلحه؟ في رايي يعني الايام القادمه ستجيب على ذلك، ولقاء ترامب وكيم هو الذي سيجيب على ذلك، لان هذا امر غير معلوم. وهل الاداره الامريكيه تبحث عن انجاز فيها السياسه الخارجيه متمثل بتصفيه القضيه كوريا الشماليه ام ماذا؟ شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. حدثنا من القاهره محمد حامد، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدوليه.